السلام عليكم. غادي نحاولوا ان شاء الله خلال هذه الحصه نتعرفوا على طريقه حل النظمه باستعمال طريقه التعويض. اذا الطريقه كتعتمد على ايجاد او كتابه احد المجهولين اكس او واي بدلاله الاخر، بمعنى اما نكتبوا واي تساوي في جهه اخرى يكون اكس مع بقيه الاعداد، او العكس اكس تساوي. هنا عندنا الحق في الاختيار، ولكن الاختيار سيكون نوعا ما ذكي، بمعنى اختيار ما يعطينا حسابات كثيره. هنا الى حاولنا نكتبوا اكس بدلاله واي غادي نلقاو جوج اكس كتساوي 1 ناقص واي، ولكن نضطروا نقسموا على جوج، وداك القسمه غادي تطول لنا العمليه. لذلك غادي نختاروا نكتبوا واي بدلاله اكس. البدايه غادي تكون كما يلي: لدينا كما كنصرفوا معادله مستقيم واي تساوي، نكتبوا واي بدلاله اكس. وهنا علاش اختاريت هذه بالضبط وما اختاريتش هذه؟ لان هذه واي ما معهاش شي عدد من غير واحد، طبعا المعامل موجود واحد، ولكن واحد ماشي اثر، يعني نلقى واي مباشره اللي هي ناقص جوج اكس زائد واحد. في نفس المرحله في نفس السطر غادي نكتبوا الان 5 اكس ناقص 2، هاد واي اللي لقيناه الان كنعوضوه في واي اللي موجود في المعادله الثانيه، يعني ناقص 2 عامل على ناقص 2 اكس زائد 1 تساوي ناقص 11. هذا هو السبب في تسميه التعويض، لاننا نعوض احد المجهولين بتعبير يساوي في معادله الاخرى. الان يبقى علينا نكملوا ونتابعوا الحسابات، لأن هذه ولات معادلة عندها مجهول واحد فقط إكس. إذن هذه المعادلة لابد نعودها في كل مرة، 5 إكس زائد 4 إكس ناقص 2 كتساوي ناقص 11. إذن إكراك كيساوي ناقص 2 إكس زائد 1، 5 إكس و 4 إكس 9 إكس ناقص 2 أتولي ناقص 11 زائد 2. إذن أتولي هذا النظمة. نحاولو، أنا طبعا عندي الفراغ ولكن كنحاول ننظم الأجوبة. إي كراك تساوي ناقص 2 إكس زائد 1 و 9 إكس كتساوي ناقص 9. إذن إي كراك دائما تساوي ناقص 2 إكس زائد 1، و إكس تساوي لنا ناقص 9 على 9. إذن إذا تقريبا في هذا السطر راني لقيت إكس، يمكن لي نكمل عليه دابا، ولكن معليش غادي نخليه حتى لهذا السطر. إكس تساوي ناقص 1. إذن المرحلة أو السطر اللي لقى فيه قيمة أحد المجهولين، إداك المعادلة اللي كنت نعاودها ديما كنولي نعوض فيها بالقيمة التي ولات، بمعنى غادي نكتب إي يساوي ناقص 2 في ناقص 1 زائد 1. إذن إي أولا إكس ديما ناقص 1، صافي جاوبنا عليه. ناقص 2 في ناقص 1 عفوا تساوي 2، 2 زائد 1 تساوي 3. بالتالي لأننا سالينا حل هذه النظمة هو الزوج، لأن في الرياضيات جوج الأعداد كنسميهم زوج، خطرة واحدة هكا هو الزوج. نكتبو هنايا لا بد، وخا إكراك هو اللي الفوق، فلا بد نبداو بالقيمة إكس ناقص 1 3. إذن بمعنى أن العددين الوحيدين اللي يمكن نعوضهم في النظمة ويعطيونا هذه المتساويات هما ناقص 1 و 3، ويعني من الاعداد الحامده في حل الندمات اننا نتاكدوا بان النتيجه اللي لقيناها فعلا تحقق الندمه، بمعنى وهذا طبعا امر اختياري في واحد الورقه نتاع البحث. مثلا كندوز الفرد والثالث وبغيت نطمئن على ان الجواب ديالي صحيح، كنشد هاد اكس واي ونعوضو معنا. مثلا في الحاله ديالنا 2 في ناقص 1 ناقص 2 ناقص 2 زائد 3 الى حسبناها تعطينا 1. مره اخرى ولا بد نتحققوا جوج مرات، ناقص 1 في 5 هي ناقص 5، ناقص 2 في 3 هي ناقص 6، ناقص 6 زائد ناقص 5 ستساوي ناقص 11.